سيدي ارباب الزرارات والعمال قدامين مع فوتونوفا، موتونوفا فوتونوفا ما خلصتناش الاجور ديال 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 التراكتورات والعمال والعساسه لي غارديان كاع ما تخلصوش 29 شهر المغرب افضل. لا سيدي ما تخلصوش سيدي العمال والاجور ديالهم. هادي سيدي مده كتبوا علينا داروا معنا وعود باش يجيو يخلصونا، خلصوا النص وهربوا في حالاتهم وملتزمين معنا، داروا التزامات معنا ديال الخلاص، ما خلصنا حتى شي واحد، مشاو في حالاتهم. دابا هاد الاحتجاج اللي دايرين هنا علي من كتحتجوا بالضبط؟ كنحتجوا نعم سيدي على السيد المدير ديال الفلاحه هو اللي ضمنهم، قال لك حنا كضمانه لهاد الناس هادو غادي يجيو يخلصوكم، داروا معنا باش يخلصونا، خلصوا الطرف ومشاو في حالاتهم. شحال كتسال؟ لا كل واحد شنو كيسال، جا كيسالوا العمال، كاين اللي كيسال 1000 درهم، كاين اللي كيسال 25 واحد عين عمي، كاين اللي كيسال 5000 درهم، كاين صحاب تراكتورات كاين اللي كيسال 4 المليون 5 المليون، كاين اللي مخلص الخدامه راسو شادين عليهم، ما خلصوناش هاد الناس بحال اللي بغاو ياكلونا ويمشيو في حالاتهم. العساسه ديال الديبو، العساسه ديال الديبويات، الزيتون، بليميتراس، كلشي عساسه ما كيخلص حتى شي واحد، كلشي بالوثائق وكلشي بالوثائق وكلشي بالحجاج. دابا وعدوكم بشي حاجه ولا ما كاين حتى شي؟ ما كاين حتى شي، ما وصلناش لشي وعود الكذبه. وعود الكذبه بالنسبه الاقليميه ولا ما كاين؟ السلطه الاقليميه معانا كتقول لكم اسيدي حنا حاميكم، وقفوا كطلبوا حقكم، حنا هادشي اللي كاين حنا كنطلبوا حقنا. واخا سيدي ما سيدي حتى الفلاحه، حتى الفلاحه حنا ما سيدي شي طرف معانا، معانا الفلاحه ومعانا